السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سهام السلامة مدربة قسم العلوم. في هذا الفيديو راح نحل تدريبات لمسابقة موهوب مسار العلوم. نبدأ في الكيمياء التمرين الثالث. لنفترض أنك ملأت كوبا من الماء المثلج ثم وضعته على طاولة المطبخ. بعد بضع دقائق تلاحظ أن الجزء الخارجي من الكأس قد تجمعت عليه قطرات من الماء. لماذا حدث ذلك؟ طبعا ظاهرة تجمع قطرات الماء على السطح الخارجي للكوب هي بسبب برودة بخار الماء حول الكأس. بعدما يبرد بخار الماء حول الكأس راح يتكثف أو يتحول من غاز إلى سائل. فلما نقرأ الخيارات، الخيار A يقول يبرد الأكسجين في الهواء ويتكثف على الزجاج البارد. خطأ، مو الأكسجين اللي راح يبرد، راح يبرد بخار الماء. فنشوف الخيار B يبرد بخار الماء في الهواء ويتبخر على الزجاج البارد. خطأ، لما يبرد بخار الماء راح يتكثف وليس يتبخر. إذا نشوف C يبرد بخار الماء في الهواء ويتكثف على الزجاج البارد. صح، ليه؟ لأنه يبرد بخار الماء وراح يتكثف. الجواب C هو الصحيح. لو نشوف D يتسرب الماء من خلال المسام الموجود في الزجاج، غلط، هذا الظاهرة لا تحدث. التمرين السابع، إذا وضعت ملعقة معدنية وملعقة خشبية في وعاء يحتوي على الماء المغلي، فإن واحدة من تلك الملعقتين ستصبح ساخنة جدا، لماذا؟ طبعا عندما نضع ملعقة معدنية وملعقة خشبية في وعاء يحتوي على الماء المغلي، فإن الحرارة الموجودة في الماء المغلي سوف تنتقل إلى الملعقة بعد التوصيل الحراري الأعلى. ومن أهم خصائص المعادن هو توصيلها الحراري العالي، فإن الحرارة سوف تنتقل إلى الملعقة المعدنية لأن التوصيل الحراري للفلزات أفضل من الخشب، وهذا هو الجواب A. لو نشوف الخيارات الباقية، الجواب B يقول التوصيل الحراري للخشب أفضل من الفلزات، خطأ، العكس، تسحب الفلزات الحرارة لأن الحرارة تنجذب إلى الفلزات، خطأ، الحرارة تنتقل. دي الخشب ليس بنفس قوة الفلزات، خطأ، هو ما له دخل في التوصيل الحراري. التمرين 15، تخزن الطاقة الغذائية بشكل أكبر في، أختر من 1 إلى 4. طبعا معطيني في الرسمة سلسلة غذائية بدأت بإيش؟ بالنباتات. النباتات راح تأخذ الطاقة من الشمس وتحولها إلى طاقة غذائية، فكامل الطاقة الغذائية راح تكون موجودة وين؟ النباتات. ثم تأتي أكلات الأعشاب وتتغذى على هذه النبتة وتأخذ جزء من الطاقة. ثم تأتي أكلات اللحوم تتغذى على أكلات الأعشاب وتأخذ جزء أقل من الطاقة. ثم طبعا لما تموت أكلات اللحوم راح تتحلل بواسطة المحللات. هذه الصورة معطيني فطر. إذا هو يسأل وين توجد الطاقة الغذائية بشكل أكبر؟ قلنا كامل الطاقة الغذائية راح تكون موجودة وين؟ في النباتات، أو رقم 1. الجواب الصحيح هو A. التمرين 18، أي العمليات الحيوية التالية تساهم في بقاء البكتيريا؟ طيب نشوف الخيارات. الخيار A يقول لك الاقتران. وش الاقتران؟ أن تجي خلية بكتيرية وخلية بكتيرية ويمتد بينهم مثل الحبل ويتشاركون المواد الوراثية، وهذه العملية هي عملية تكاثر وليست عملية بقاء. نشوف الخيار B، تكوين الأبواق. طبعا الأبواق هي عبارة عن جسم يحيط بالخلية البكتيرية لما تروح لظروف غير مناسبة أو غير ملائمة لها، وتبقى محاطة بالأبواق لين تروح لبيئة ملائمة، خلاص تكمل تعيش. إذا هذه الخاصية أو هذه العملية الحيوية هي عملية تساهم في بقاء البكتيريا، هذا هو الجواب الصحيح. نشوف باقي الخيارات، الانشطار الثنائي هو أن تنشطر الخلية البكتيرية إلى خليتين بكتيريتين، إذا هذا تكاثر وليس بقاء. نشوف دي، التبرعم هو أن تنمو خلية جديدة فوق الخلية البكتيرية، وهذا أحد طرق التكاثر وليس البقاء. الجواب الصحيح هو بي. التمرين 21، موجة صوتية تعبر 3 أوساط، فإذا كانت سرعتها في الوسط 2 أكبر ما يمكن والوسط 1 أقل ما يمكن، فإن نوع المواد التي تكون هذا الوسط هي غاز، سائل، أو صلب. عندما تمر موجة صوتية في وسط معين فإن سرعتها في هذا الوسط تعتمد على مدى تقارب الذرات من بعضها. فلما نشوف مثلا في هذه الصورة في الصلب، الذرات متقاربة جدا ومتراصة، فعندما يعبر الصوت راح يكون أسرع ما يمكن. في السائل الذرات نوعا ما متباعدة عن بعضها، لما يمر الصوت راح يكون شوي أبطأ. أما الغاز فإن الذرات بعيدة جدا عن بعضها، فلما يمر الصوت راح يكون أبطأ ما يمكن. فلما نشوف إيش قالي في السؤال، قال الوسط 2 أكبر ما يمكن، إذا قلنا أكبر ما يمكن الصلب، إذا 2 صلب، والوسط 1 أقل ما يمكن، إذا 1 لازم يكون إيش؟ غاز، يبقى 3 يكون سائل. نشوف الخيارات، الخيار A هو الخيار الصحيح نفس ترتيبنا،
غاز صلب وسائل. التمرين 29، يحمل سعد صندوقين وزنهم 100 نيوتن، تحرك مسافة 100 متر، مقدار الشغل الذي بذله في وحدة الجول. طبعا الشغل هو حاصل ضرب القوة في الإزاحة، وللشغل ثلاث حالات اعتمادا على اتجاه القوة واتجاه الإزاحة. أول حالة أن تكون القوة في نفس اتجاه الإزاحة، في هذه الحالة يكون الشغل موجب. ثاني حالة أن تكون القوة في عكس اتجاه الإزاحة، وهنا يكون الشغل سالب. وثالث حالة أن تكون القوة عمودية على الإزاحة، يعني الزاوية بينهم تكون 90. في هذه الحالة الشغل يساوي صفر أو لا يوجد شغل. لما نقرأ السؤال يحمل سعد صندوقين وزنهم 100 نيوتن، إذن يحمل الصندوقين في هذا الاتجاه F تساوي 100 نيوتن، وتحرك مسافة 100 متر، يعني تحرك مسافة D يساوي 100 متر. مقدار الشغل، قبل ما أبدأ أعوض أشوف أي حالة من الحالات عندي هذه الحالة. نلاحظ أن القوة عمودية على الإزاحة، وبالتالي الشغل يساوي صفر أو لا يوجد شغل. إذا الجواب A.